هنا بقى عروض واسعار المكرونه. في هنا ريجينا عليها عرض ال 400 جرام عامل 16 جنيه بدلا من 18 جنيه، والكيلو عامل 40 جنيه. بصوا انواعها كلها موجوده، بصوا حتى القواقع والفراشات كل اشكالها موجوده ب 16 جنيه ال 400 جرام بدلا من 18، والكيلو عامل 40 جنيه العرض على ال 400 جرام. في منها الشرايط كمان، دي هي كده الشرايط مصرية ال 350 جرام عامل 11 جنيه، وال 500 جرام عامل 14 ونص، والكيلو عامل 30 جنيه ونص. يبقى الكيلو 30 ونص، النص كيلو عامل 14 ونص، ال 350 جرام عامل 11 جنيه. في برضه منها شرايط، في الشرايط تحت. ستار الكيلو عامل 24، وال 400 جرام عامل 9 جنيه 75 قرش. اشكالها برضو كلها موجوده، الليما والاسباكيتشي وكل حاجه موجوده. طب الملكه الكيلو عامل 28، وال 400 جرام عامل 12 جنيه. الملكه في الملكه الحمراء بس، ما فيش الملكه الازرق، بقالها فترة كده ما بتنزلش الملكة الأزرق. المطبخ عليها عرض 400 جرام عامل 9 وربع بدل من 10. حوا كانت مختفية ونزلت أغلى، ال 400 جرام عامل 11 ونص، والكيلو عامل 28. كانت اقل من كده، كانت عامله حوالي 22 23 تقريبا يعني، دلوقتي نزلت الكيلو ب 28، وال 400 جرام ب 10 ب 11 ونص. ادم ال 350 عامل 9 جنيه ونص. مفيش حجم تاني منه؟ لا، الحجم ده بس. 350 جرام عامل 9 ونص. الستة عزيزة 350 عامل 7 جنيه 75. لمتنا 400 جرام عامل 10، والكيلو عامل 22. كيلو عامل 22، وال 400 عامل 10. كايرو ال 400 عامل 9 جنيه و 300 عامل 7 جنيه وربع. في روز جاردن فوق، روز جاردن الكيلو عامل 22. بساطة ال 350 عامل 8 جنيه. روز جاردن الحجم 350 عامل 7 جنيه 75، والكيلو عامل 22. كايرو ال 400 جرام عامل 9 جنيه. في دوبيلا ده لازانيا، مكرونه لازانيا بالبيض 500 جرام عامله 29 بدل من 36. وفي بالسبانخ 500 جرام عامله 29 بدل من 36. وفي دوبيلا مكرونه لازانيا 500 جرام ساده عامله 26 بدل من 32. يبقى السادة ب 26 بدل من 32، لكن اللي بالبيض او بالسبانخ عامله 29 بدل من 36 من دوبيلا. في لمتنا لازانيا 400 جرام عامله 17، وفي دوبيلا لازانيا ده ربع كيلو، مش 500 جرام، مش نص كيلو، ربع كيلو عامل 16. في الملكة اللازانيا ال 400 جرام ملكة، الملكة عاملة كام؟ لا مكتوب هنا لمتنا، مش الملكة، اهي الملكة مكتوبة فوق وهي هنا. الملكة عاملة كام؟ عاملة 15 جنيه ال 400 جرام، 15 جنيه. ولمتنا قلنا
ال 400 جرام لازانيا من لمتنا عامل 17 جنيه. في مكرونه اللي هي الالوان اللي فوق دي من جولدن بريز، ده خواتم. وفي اللي هي السوسته دي عامله كام؟ عامله 42.5. الوان اللبنيتا ده جبنه مثلثات 48 مثلث عامل 135، وال 24 مثلث عامل 70، وفي الثمان مثلثات عاملين 25.5. تركوا كده اللي مش تبع المقاطعه. دومتشي كريمي ساده ده 380 جرام عامله 99 بدلا من 112. في شيدر كمان عامله 99 بدلا من 112. في برده اللي هي بلو تشيز، وفي برده كريمه الشوكولاته عامله 110 بدلا من 126. في دومتشي زيتون، في مطبوخ بالجبنه الرومي برده 99 بدلا من 112. وفي لايت كريمي لايت، وفي كريمي برجر برضو 99 جنيه بدل من 112، 380 جرام، 380 جرام. في بقى نفس الانواع بس 220 جرام عامل 60 جنيه بدل من 65. بسطرمه زيتون برجر، واللي هي كريمه الشوكولاته 220 جرام عامل 72 بدل من 81. وفي برضو من الحجم 220 في منها لايت وشيدر والجبنه الرومي والساده عامله 60 بدل من 65، اللي هو الوزن كام؟ 220 جرام غير ال 380 جرام عامل 99. في هنا عرض برضو على دومتشي فيتا طبيعي ده 450 جرام عامله 80 بدل من 104. في منها برضو الزيتون، في اسطنبولي، شايفه اسطنبولي؟ اه في اسطنبولي برضو كده اهي عامله 80 بدل من 104. وفي منها اللايت الاسطنبولي الحمراء دي، اللايت اللي هي دي كده الروز دي كده عامله برضو 80 بدل من 104. الخضره دي البراميلي برضو عامله 80 بدل من 104، 450 جرام دي طبيعي. في هنا دومتشي تلاجة 400 جرام عاملة 75 بدلا من 83. وفي دومتشي جبنة ملح خفيف، جبنة تلاجة ملح خفيف طبيعي 700 جرام عاملة 130 بدلا من 163. في فوق دومتشي اسطنبولي كلاسيك ربع كيلو عاملة 17.5 بدلا من 19. دي طبيعي، لكن دي ده النباتي ده. ودي الدومتي اسطنبولي كلاسيك كيلو عامله 69 بدلا من 76. الاسطنبولي البلس اسطنبولي عامله 69 بدلا من 77. بصوا دومتي الحجم ده حلو صغير خالص كده، الحجم ده اول مره اشوفه ده عامل 125 جرام عامل 9.75 جنيه. ده فيتا بلس زي اللي انا قلته ده اللي هو النباتي، لكن ده الطبيعي. عجب لي الحجم الصغير ده عامل 9.75 جنيه، 125 جرام فيتا بلس زيتون. دومتشي ده دبل كريم ده 700 جرام عامله 73 بدلا من 84. دبل كريم الاصفر دي دبل كريم، الاخضر دي البراميلي عامله 73 برده بدلا من 84 نفس العرض 700 جرام. دي الاسطنبولي نفس العرض برده 74 بدلا من 84، 73 اسفه بدلا من 84، 73 بدل من 84. دي الفيتا
لو سامعين عرض المفروم اللي في قسم الجزارة المجمدة عامل 190 جنيه. في هنا بسمة الملخية الخضراء 400 جرام عاملة 13 جنيه وربع، واللي بالتقلية دي الملخية السادة اللي بالتقلية عاملة برضو عاملة كام، 14 ونص. يبقى بسمة الملخية 400 جرام العادية عاملة 13، وبالتقلية عاملة 14 ونص. في جي كده مش عارفة فين بقى اللي بالتقلية. بسمة البامية اكسترا 400 عاملة 34، والبامية الزيرو 400 عاملة 29 ونص، اكسترا اللي عاملة 34، وبامية ممتازة 400 جرام عاملة 15 وربع. البسلة بالجزر عاملة كام؟ 400 جرام عاملة 18 جنيه، وبسلة سادة 400 جرام عاملة 28 ونص. بسمة القرنبيط اللي هناك ده كده، قرنبيط اللي هو بعد البروكلي، القرنبيط 400 جرام عامل 12 ونص، والبروكلي 400 جرام عامل 14 ونص. الفاصوليا الخضراء من بسمة 400 جرام عاملة 12 ونص. في الفراولة بقى، الفراولة عاملة 400 جرام عاملة 14.75. وفي بسمة خضار مشكل، الخضار المشكل عامل كام؟ 400 جرام عامل 12 جنيه 75. وفي بسمة خرشوف ده كده، الخرشوف 400 جرام عامل 51، 400 جرام ده. وفي بسمة فول اخضر 400 جرام عامل كام؟ عامل 22. وبسمة فاصوليا جافة اللي هي الفاصوليا البيضة دي عاملة 23، 400 جرام. كل اللي بنقوله من بسمة 400 جرام. وفي ترمس 400 جرام عامل 21 ونص. وفي لوبيا عاملة 27 ونص. وحمص الشام، حمص الشام عامل كام؟ حمص الشام عامل 27 ونص. وفي بسمة الذرة الحلوة دي، الذرة السكرية عاملة 44. وفي بسمة فلافل حمص نص مقلية 400 جرام عاملة 27 ونص. كده اللي هناك دي. في بسمة بصل مبشور 400 جرام عامل 19.75، والفلافل النص مقلية قلنا عاملة كام؟ 27 ونص. وفي فلافل مش حمص، فلافل عادية عاملة 23 ونص. وبسمة توم مفروم ربع كيلو عامل 31. ادي البصل وادي التوم. وفي بسمة قرنبيط نص مقلي عامل 400 جرام عامل 38. وفي بسمة بطاطس بالسبانخ حلو ده، ده 400 جرام عامل 45 75. اهي هي دي الحمرا دي، بطاطس بالسبانخ. ودي فلافل حمص حرة، والقرنبيط النص مقلي اللي هو الموف ده. Thank you.